السلام عليكم لي زامي، جيسبر كو فوزالي بيان. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. بغيت نشارك معكم فيه بعض المعلومات على جوج ديال المواضيع اللي صراحه جاوني اسئله بزاف، يعني دابخي لي ستوري اللي كنت حطيت في انستغرام او اللي حتى من بعد الفيديو اللي كنت حطيت في يوتيوب، والمواضيع عندهم علاقه مع بعضياتهم. الموضوع الاول هو انفورماسيون ا ديستانس هنايا في فرنسا او لا ان سي ا بي ا ديستانس، والموضوع الثاني هو الخدمه واللي ديمارش مع بول امبلوا من بعد ما كنحبسوا الخدمه. مهم ان شاء الله غادي نحاول نعطيكم معلومات كافيه دابخي يعني لي زيكسبيريونس ديالي، ونتمنى ينفعوكم ان شاء الله. مهم بنات، اول حاجه غادي نبدا بها ان شاء الله هي لا فورماسيون ا ديستانس. لا فورماسيون اللي بديت انا كان ان سي ا بي استيتيك كوزميتيك بارفيمري. كاين بزاف ديال لي سي ا بي، بزاف ديال لي فورماسيون اللي كيداروا ا ديستانس، يعني كتقراو في الدار ديالكم في الوقت اللي بغيتو نتوما. كيكون ان كوتش اللي كيتبعكم، يعني عندكم نمره التليفون ديالو اولا ديالها اللي كتبقاو تعيطوا شاك فوا عندكم مشكل ولا ما فهمتوش شي حاجه، تيعاونوكم. وهاد لي فورماسيون يعني كيدوزو على حساب، يعني كاينين لي اللي كيصيفطوا لكم كتوبه للدار وتقراو فيهم، وفيهم لي كور، فيهم لي زيكزارسيس، فيهم كلشي. وكاينين لي زيكول اللي كيخدموا بلي بلاتفورم، يعني كتكون اون بلاتفورم كيعطيوكم ليدونتيفيون ديالكم والمود باس، وكتدخلوا وكتلقاو لي كور، كتلقاو لي كويز، كتلقاو التصاور ولي فيديو ديال لي براتيك. حتى نتوما كديروا البراتيك في الدار عندكم، يعني في موديل على حساب لا فورماسيون اللي تديروا. المهم كديروا البراتيك وتحطوا التصاور ولي فيديو في هاد لا بلاتفورم، اي لي بروف كيدخلوا تيحطوا لكم لي كومونتير ويعطيوكم الراي ديالكم ديالهم باش يقولوا لكم واش سي فاليدي هاد لو كور او لا، لا يعني او لا خصكم تعاودوا ديروا فيه البراتيك، وتعطيكم نصائح وكل شيء. وكتبقاو غاديين يعني مستمرين بهذه الطريقه. وكما ساسباس وي، بالنسبه جاوني اسئله على الخلاص ديال هاد لي فورماسيون. بحال لا فورماسيون اللي درت انا، هو صراحه كاين بزاف ديال لي فورماسيون لي بول امبلوا ما كيخلصوهمش لينا، يعني كنخلصوهم من راسنا. بحال انا هاد لا فورماسيون اللي درت سي اون فورماسيون اللي يعني كنخلصوها حنايا، يعني انا اللي خلصتها. غير هما هاد لي زيكول كيديروا تسهيلات، يعني الا بغيتوا اما كتخلصوها في مره يعني اون سول كو، اولا كيديروا معاكم تسهيلات تتوليو كل شهر يعني كيحيدوا لكم انسام مثلا 100 اورو الشهر حتى كتساليو الخلاص ديال هاد لا فورماسيون مده عام او لا عام ونص. فوالا بالنسبه لهاد لا فورماسيون اللي درت انا، هي سي اون فورماسيون كيكوت 1700 اورو. وصراحه مهم بور مونكا، انا بديت هاد لا فورماسيون في الاخر ندمت شي شويه على لو شوا ديالي، حيت درت الاستيتيك وفاش فكرت لقيت انني من بعد ما نقدرش يعني نخدم في هاد الدومين، حيت يعني ماشي شي حاجه اللي غنخدم فيها وانا مرتاحه. يعني هي سيغت هي واحد الدومين اللي ناجح وفيه خدمه بزاف وكل شيء، ولكن تيبقى داك لو كوتي ديال الدين ديالنا. كاين يعني اللي كيديرونجا من هاد القضيه، كاين اللي سالو ديرونج با، يعني على حسب كل واحد كيفاش كيفكر. ولكن انا يعني لقيت راسي انني هاد الدومين هذا ما غنخدمش فيه وانا مرتاحه. دوكو حاولت نبدل لا فورماسيون، اتصلت بهم بليزيور فوا فريمون، يعني جي انسيستي حتى وافقوا انني نبدل هاد لا فورماسيون. دوكو دابا راني كنقرا سي ا بي بيتيت انفونس. المهم خديت على حسب لي فورماسيون اللي عندهم باسكو سي ان انغاجمون. دوكو المهم كيبروبوزيو حتى لو سي ا بي بيتيت انفونس تو سكي كونسيرن زعما لي زونفون، الخدمه في لي كريش، لا ميري، لي زيكول ماتيرنيل وداكشي. دوكو قلت فازي جو برون سا. دابا راني يعني كنقرا بنفس الطريقه في لا بلاتفورم، سوف كو جي شانجي كيما قلت لكم، يعني راه كاين بليزيور فورماسيون اللي تقدروا ديروهم ا ديستانس. في هذا الموضوع جو كخوا راه قلت داكشي اللي تقدروا تبغيو تعرفوه. الا عندكم اسئله بيان سور غتخليهم ليا في لي كومونتير نجاوب عليهم الا نسيت شي حاجه. الموضوع الثاني اللي هو بول امبلوا، بالنسبه ليا انا اخر خدمه خدمت فيها دوزت فيها عامين، من بعد حبست. جو مسوي انسكريت في بول امبلوا، يعني اون فوا كتحبسوا الخدمه ولا فوزيت على ريشيرش دومبلوا كديروا لانسكريبسيون مع بول امبلوا اوتوماتيكمون. صافي من بعد هما الهدف ديالهم هو انه يلقاو لكم خدمه. يعني بالنسبه ليا انا اللي دوزت عامين في نفس لابواط، يعني من بعد فاش حبست اوتوماتيكمون عندي لو دووا او شوماج، دونك كيخلصوني لي زالوكاسيون ديالي كل شهر
سون بروبليم، وغادي يخلصوني يعني المده اللي انا خدمتها. مثلا خدمت عامين، جيتي زعما اونجاجي عامين، من بعد ما نحبس راه غادي نتخلص عامين من بول امبلوا، بيد ما عندي الحق زعما في عامين بيد ما نلقى خدمه اخرى. كل شهر خصني ناكتواليزي في لابليكاسيون ديال بول امبلوا في ليسباس بيرسونيل ديالي، جاكتواليز يعني كوم كوا داك الشهر جي با ترافايي، جي با ايتي ريمونيغي، جي با في ستاج. يعني كل الاخر ديال الشهر كيخصنا ناكتواليزيو في ليسباس بيرسونيل ديالنا. من بعد كيبقاو يعطيونا دي رونديفو، يعني تنكونوا اون كونتاكت مع اون بيرسون ديال اون كونسيير يعني من بول امبلوا، هي اللي كتبع الدوسي ديالنا وكتبقى كنبقاو اون كونتاكت معاها، وكتبقى تصيفط لينا دي زيميل دي رونديفو ايتترا باش تعرف فين وصلنا في لي ديمارش في لي ريشيرش، اخر مقابله عمل درنا فوالا بحال هكذا. وديجا في داك ليسباس بيرسونيل كنكونوا يعني عندنا لو دوسي ديالنا كومبليتمون، يعني تنعم شنا هما لي دومين اللي كنقلبوا عليهم، شنا هما الشروط ديال العمل اللي باغيين نخدموا فيهم. بحال مثلا بغيت نخدم واحد الخدمه اللي تكون بعيده على الدار ديالي بربع ساعه، هذا شرط مثلا من الشروط اللي كنديروهم في ليسباس ديالنا في بول امبلوا. و لي زونتربريز فاش كيدخلوا فاش كيكونوا تيقلبوا على الناس اللي خدموا، تيدخلوا البولو لو سيت ديال بول امبلوا و تيطلعوا ليهم كاع لي كانديداتور ديالنا كاملين الناس اللي تيقلبوا على خدمه. و الا كانوا انتريسي بار لا كانديداتور ديالك والشروط اللي فيها وكل شيء، كيتصلوا بيك باش يشوفوا واش تي توجور ديسپونيبل، واش يعطيوك رونديفو بوغ ان انتروتيان دومبوش ايتترا. سي ا توا دو شوازير واش تقبلي ولا ما تقبليش، واش فريمون باغا تخدمي ديك الساعه في ديك لا بواط او با. المهم سا سباس كوم سا. وبالنسبه لي فورماسيون كيبروبوزيو بزاف على الناس كي سون بريز اون كونط بار بول امبلوا، اللي يقدروا هما يتكلفوا بهم و يعني باش لا بيرسون دير لا فورماسيون كيل فو. مي يونا دوتر، يا دوتر فورماسيون كي سون با بريز اون كونط بار بول امبلوا. وبغيت نهضر حتى على واحد الموضوع واخا ما قلتوش في الاول، هو لي بواط دانتيريم. بالنسبه مثلا للناس اللي كيقلبوا على ان ترافاي اون اورجونس اي تو، كاينين لي بواط دانتيريم اللي كتمشيو عندهم كتقول لهم الدومين اللي نتوما كتقلبوا فيه يعني على خدمه اي تو. الا كانوا عندهم كونتاكت مع لي زونتربريز في الدومين اللي حنا باغيين، تيشدوا سي في ديالك لا كانديداتور اي تو، وفاش كيعيطوا لهم لي زونتربريز بوغ افوار دي زومبلوي etc. لا بواط دانتيريم كتعيط لك وتقول لك فوالا اون ميسيون افير دومان، ها فين ها معاياش etc. وحنا كنكونوا اون كونتاكت غير مع لا بواط دانتيريم. حتى لي كونطرا مثلا سي دي بيتي كونطرا اللي كنسنيوهم مع لا بواط دانتيريم، يعني هما اللي كيعيطوا لينا، هما اللي كيسنيو معنا الكونطرا وكل شيء. و لافونتاج اللي كاين بالنسبه للبنات، الناس اون جينيرال اللي ما كيبغيوش لي زونغاجمون ما باغينش مثلا يسنيو ان سي دي اي ولا شي حاجه، وكيجيوهم لي فواياج زعما نيمبورت كون ولا هذا وباغين يخدموا كوميم، سي لا بوا دانتيريم ما كيكونش ان انغاجمون، يعني كيكونوا دي بيتي كونطرا وكتحبسوا يعني وقت ما بغيتوا. الا مثلا بغينا مثلا نسافروا ولا نمشيو شي بلاصه، يسوفي كنمشيو نقول لهم فوالا راه انا جو سو با ديسپونيبل اولا جو سو با لا في هاد لا بيريود، صافي يسوفي كتعلم لا بواط دانتيريم وما كاين حتى شي مشكل. من بعد كتمشي وفاش كترجع تي بوينت عاوتاني وكيوليو عاوتاني بروبوزيو عليكم دي ميسيون. يعني هادشي اللي كاين يعني افيك لا بواط دانتيريم، ماشي سي با دي كونطرا بحال اللي كنسنيوهم مع لونتربريز اولا لو باترون ديريكتومون. فوالا شنو نقدر نقول لكم اخر، صراحه ما عرفتش بيتك نسيت شي حاجه جو سي با. المهم الا نسيت شي حاجه فكروني، خليو لي كومونتير ديالكم الاسئله على هاد المواضيع بجوج، ان شاء الله غنجاوبكم كاملين. جو في تري اتونسيون او كومونتير، و الا عجبكم هاد النوع من لي فيديو خليو لي دي لايك باش تشجعوني ونبقى نحط لكم دائما دي فيديو من هاد النوع. وما تنساوش الاقتراحات ديالكم في لي كومونتير، ونقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. Moi.